السلام عليكم. يا هلا والله بأخوتي وناسي الطيبين. ها محمود، شو غيرت المقدمة؟ طلبتوا من عندي بالتعليقات، هواي طلبوا من عندي بالتعليقات، قالوا محمود غير المقدمة. إن شاء الله صار وتدللون المشي روحنا بهاي. إن شاء الله بعد كم فيديو نثبت لنا على مقدمة حلوة، والحجي فاز بالتحدي. ونشكر خلطة التراث، ونشكر دكتور علي محمد على هذا الكلس وعلى هاي الخلطة الأربعين مادة المربوطة. شاهد الفيديو، ما أضحك عليكم فيديو، شوفوا بالأخير اخوان تحفيز، يعني ماكو تحفيز، يعني أقلكم لايكات، يعني 10,000 لايك ما تقدرون، يعني هسه خلنا نوصل 50,000 مشاركة. قاعد شاهد الفيديو خلي لايك اخوان، خلي لايك، وما مشترك خلي يشترك. يلا شاهد الفيديو. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا تفقيس جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي الجمال، شوفوا الشكل. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه لازم شو نسوي؟ هنصعد فوقي وبعدنا شنو؟ والله احنا عندنا الهاراتي، بيضة الهاراتي تتفقس. خليها الحمد لله. هسه هنصعد فوق ونيس لهذاك. يلا والله اخوان لا اقول لكم هسه ما تصدقون. بس تقول شنو والله محمود؟ الكناري هذا، الكناري ويا الكتكوت صاف. شلون؟ هسه اقول لكم شلون. وين ما يروح الكتكوت الكناري يركض وراه، وين ما يروح الكناري الكتكوت يركض وراه. والله باعوا لي انت هو علي. هسه خليني هسه خايف من عندي هو، بعض يصيح علي يريد يمي. وعلي شفتوا؟ والله شغلة عجيبة بعض، وين ما يروح يركض وراء، يمشوا يا أخوه أخوه. بعض ليش بعض، هذاك يريده وهذا يريده يعني. والكائن الجديد يجي هنا شربته ماي وعلون مالته هون. أنا ابتعد هسه صح علي، بعض اللي صيح علي ينزل لي. باعوا اجالي او يا صاف كلش. باعوا يا تنعقل هسه هاي. باعوا هسه انا اطلع برا وباوع له يا اخي، مستحيل يعني يمشون اثنيناتهم سويه. صح له صح له صح له، هذا هو خايفين عندي. والله يصيح عليك تكون صيح صيح. والله ان شاء الله عجيبه كلش سبحان الله. ايوه فتح عينه علي، يعني وشو تعلم هسه علي عادي. زين هو فتح عينه علي الكناري. شوف الكناري شلون حبه ما ادري والله. يا سبحان الله النوب وياه، هو الكناري وياه ظل وياه ما يعوفه. شو نسوي؟ يعلمه على الاكل. باع يلقط يلقط وياه. ها جبت لك واحد ثاني. جبت لك واحد ثاني. المحميرة دي تنظيف. اي سويت لهم همينة ثانية خلطة مع البوتيتي وبيضة سلقت يا البوتيتي. ويا ورا يسرح وياه يسرح وياه. لا بس انه مو بس هاي صافي اثنيناتهم مسوية، لا انا اراويكم بعد. قاعد تشوفون ذاك الكائن شفاخة الملكي الصدته ويا الكريمي مصافين سوا يا وليد كلش. 24 ساعة يمشون سوا. شو قعدتهم سوا، أكلهم سوا، يا أخي شغلات عجيبة قاعد تصير عندهم ما موجودة والله العظيم. يعني معقول هذول يتزوجون؟ بس هذا يقول بخلف بعده صغيرون. زين هي تشبيه ما اعرف، يعني ما اعرف والله ما اعرف شو بدك احكي. سويه سويه 24 ساعه اثنينات سويه يمشن. هذا عندك هسه الكناري ويا الكتكوت هم سويه. نايم نايم نايم. باعوا لي الجمال باع تحاجيل برجلي. هذا جبت لك انا. اشرب ماي شوي اشرب.
هذا جبته لك. لو عندك كناري انت ما تحتاجه. ها بعد كناري من اجي يظل يحوم يحوم بقى. واحلى غدا للدجاج سلك 31 بيضه سلك. قبل لا اقدم لهن خلنا اخلي لهن 40 ماده يستاهلن. قاعد يطلن انتاج غزير بالبيض يا اخوان. يستاهلن واحد يسوي لهن هيك اكلات. هذا اللي 31 بيضه ما شاء عدني فكلهن سلقتهن الهن ما عليهن شيء حتى صالحات الاكل. خليهم بعد لأني يستاهلن عزيزات وغاليات. يا اخوان انتاج غزير. اللهم صل على محمد وآل محمد. كله بسبب خلطة التراث اللي جابوا لي اياهن. قلت لكم انا وين هو البياض هذا هسه مال كتاكيت. قاعد اعطي الكتاكيت نذني. شوف هذا مال بادي بعه اسمه بادي. واكو نامي مال هذا النامي. وهذا البياض وعلى بياض. هذا البياض لا واضح عندكم. شوف فانتاج كلش غزير. قاعد يطني الدجاج. اي والله انتاج غزير كلش. فيستاهل ان واحد يتعب عليهم. وهاي خطة الأربعين مادة يستاهل الحبايب. يلا خلنا لابسه زين واقدمه لكم. وهسه جهزت الوجبة مالتهم. تعال اتلن عليكم بالعافيه. هسه رايكم الانتاج يا اخوان. انتاج كلش حلو. جاي يطن الدجاج. شو هسه ذيك الحبحب جاي تبيض. عندنا هنا بيضتين. عند هنا همين يمكن بيضتين. هنا بيضتين. الهاراتي بيضه. نعمه من الله اخوان. نعمه خير وبركه. فهسه نقدم لهم عليهم بالعافيه شويه تحفيز همينه للبيض. عندي بيضا عندنا اخوان. نسيت اقول لكم شغله. احد المتابعين جاب لي هاي البشه. شوفوا معوقه. فكسرت خاطري وخليتهن ويا الدجاج. فان شاء الله اطيبها. ان شاء الله طيب. شوف شو صاير بيها اخوان. خطيه كلش استخطيتها يعني مو طبيعي. بعدين اوديها للدكتور وخليه يفحصها وشوف شنو رايد لها. فان شاء الله تقوم بالسلامه ان شاء الله. البيض اخوان صفنا. ها انا طيت حتى السمان. شوف السمان كلنا والله ما ضر شي بيه. كلنا اي والله. فاي طير اي طير ياكل بيض سلق وخاصة ب40 مادة يختلف الطعم. وش قوم انتي ما بيختي تعيكي. خلص وش قومي. قومي خلقوم يا ولد. خلص البيض ضاعوا. شبقى بي ما تقلي شبقى بي. فيا اخوان الانتاج خير من الله بس كله للمائدة. خير من الله انتاج عندنا بس كله للمائدة. بعد ماكو لا بالفقاسة ولا تكريك. فإن شاء الله نبلش بالموسم. الموسم إن شاء الله جاي ونبلش بيه. بعد ماكو بيض ما بعد ما الهارات تطلعه. خير من الله انتاج يا أخوان. خير من الله. هسه اليوم 2 4 6 7 وعندك مات الهارات وحدة 8. خير من الله أخوان. الحمد لله وشكر. مساكم الله بالخير شباب. هاي جيتي من الصيد. رحت هناك للصيد وصيد لكم شانق وصيد لكم سمتي. صدق اخوان تحبون الصيد يعني اصور لكم الصيد اسوي لكم فلوقات بالصيد هناك اسوي لكم حلقة كاملة صيد. بلا كتبوا لي بالتعليقات اذا تحبون هذا الشيء. انا مو اصور لكم الصيد كله واصور لكم شلون صيد. وهناك نطلع سفرة مثل ما تقول. اطلع سفرة هناك صيدن ونقلي وناكل. يعجبكم هذا الشيء اكتبوا لي بالتعليقات. جيت هنا للمحميه على مود نشيك الهاجر مو يهو النثايه يهن فحله. انا قلت لكم 4 فحله. كتبتوا لي بالتعليقات لا محمود اكو كتبوا لي 1 من عندهم نثي. اكو كتبوا لي لا 2 نثايه و2 فحله. هسه شو نسوي؟ خنكرهن نحبسهم الخانه ونشوف نسوي. تعالوا هسه نشوفهم.
صدق كن ثايبين. هنطلع واحد واحد ونشيك بالله. بس تعال اول واحد بس راح كفرت الاخضر شنو يعني ما ادري بيه فحل. اوه كان فحل هذا ابوه. شوف هسه هذه وعولي فحل لا مو فحل واضح 100%. وعولي هسه عدل هذا فحل. روح يعني كتبوا لي بالتعليقات هو قال محمود بيه النثاية بيه النثاية. هسه انت فحل اطلع انت فحل اطلع. بقى هذين الاثنين ما انا متاكد ان عدل فحل يا اخوان. والله ولك شين تربع انت سواك وحشي وحتى ما يعض. اولا فحل ها شوفوا ازرق فحل. هذا الثاني الثالث فحل. بقى عندنا هذا الاخير هذا هم فحل. شوفوا اخ هدني 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 لك هدني. تعال انا اكفك ولك تعال يا معود. بعولي فحل باو يا اخوان اربعه ادربي هنا اربعتهن افحله. شوفوا اربعتهن افحله. فالحمد لله يا اخوان نجيب لهن اربع انثاية ونجيب ان شاء الله بعد بس احصل ان شاء الله اجيبه. والكناري ما يعوف الكتكوت شافت بعد عني كان نايم بصفه كان مو جبت له كتكوت ثاني. هذا هو ما يعوف اخوان كلش ما يعوفه يعني ما يعوف الكتكوت ولا الكتكوت يعوفه. ربي يا والله يا اخي طرقعه هاي والله طرقعه. اخوان بخصوص الياكريمي قلتوا لي محمود خلي نثي ويا طير من طيورك الفحله من الحمام يعني ان شاء الله تدللون اخذ نثيه ونشيكها الفحل من الفحله ونخليها بخانه حاله حال الحمام ونشوفها بالله هم تصير فهم تهجين هو وهم تصير لو ما تصير. وثانيا قلتوا لي واحد خابرني وقال لي تحياتي اله قال لي محمود بالله جربوا انه هل اليا كريمي يثبت بالسطح ويطير الحمام لو لا. ها بقى الشغله وحده هن نفس هذا راح اخذه يمكن النثي راح اخذه لا حطه يفحل من الفحل لما الطيور تهجين نسوي يعني ونطيرها ونطلعهن يلي الحمام ونطير او اخلي هذا. شوفوا هذا بوحده هذا يعني هو صغيرون راح اطلعه واخليه يتعايش ويا الحمام ونثبته ونطيره. انا عندي ذني بس ذني كبرا بعدها كبرا مو مال تثبيت بعد ذني فاحتمال هذه يومية اطلع اشمسه بس خليه يكبر شوي يستوى بيد ابو علي. احتمال هذه صغيرون بعده اي احتمال هذا اطلعه ونثبته ونشوفه يطير نسوي هالتجربه. تعالوا هسه خنشوف شنو اخبار الحجيه هاي بيضت ما بيضت والله طرقع. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبو محفوظ ربحنا التحدي حضر روحك للفصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي راح توقف على العالم. اللهم صل على مكسورة كانها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريشة الحمد لله والشكر بيضت الطيرة بعد معاناة سنتين اخوان سنتين ما بيضت عندنا ما تبيض مستحيل. الحمد لله والشكر يا ربي الحمد لله الحمد لله فضل ربي وفضل كلس خلطة التراب. خلنا نروح ابشر الحجة اقول له بيضت خابر لي يلا يلا تمام الله اخوان تمام الله باكر ارجع لكم باكر. قبل لا ارجع لكم باكر خلنا اراويكم باو ما يعوفون اوضح شوفوا ويا ما يعوفون ما يبين من هنا ابو ما يبين ويا ضال وياهن. يلا اخوان باكر ارجع لك اخوان شوفوا كضيته ما يقبل بعوده عشان يحوم بقى بابا
هذا ادري شنو بالنسبه لك، هذا شنو هاكيا بالنسبه لك، شنو هذا؟ يلا شنو بالنسبه لك؟ يلا روح يمي، شنو بالنسبه لك؟ بس قل لي فهمني. يا سبحان الله. طب ورا طب اي هاي طب. انا كذب والله، شو حيسوي؟ طلع طلع علي، طلع علي بوا. هديت يلا، هديت اجعلي يلا هديت. حجي قواك الله. هلا مرحبا الله. شنو كلمتك؟ قواك الله. والله بعد هذا اللي العلف التراث يعني سوى شغله الحمام. اي هاي منها الطيره بيضت. اي راويتهم اياها امس بالليل. لا زامطنا عليها. اي فانا واحد بالكويت وعندي صديق بالعراق جابها لي هي الطيره، طيره خوش طيره، وطبقت عليها العوض الطير الزين اللي ارقى طير عندي. هو وياها. ايه هو وياها هسه جاي يفرخ. ايه الحمد لله وشكرا. الحمد لله. فبيضة الطيرة. 40 مادة. 40 مادة والكلس. ايه والكلس هي خبط. ايه خبطناها يوميا نطيها يعني محمود. ايه انت ما قصرت الحمد لله وشكرا. لا الحمد لله. فانا يعني الحمد لله وشكرا حمامي معروف وكلها تعرفني انا، خاصة انا بالحمام يعني. ايه معروف والحمد لله وشكرا. الحمد لله. فهاي الطيرة مأيسين منها هم. نعم. فعندي صديق بالكويت قال لي شاك شو السالفه؟ قلت له ابيضها. ما يعني حصدقك. ما حصدقك. وهاي بيضه هسه صراحه بيضه ثانيه. ايه. والصفره المقزعه ما نقيب عصام. هاي هاي بيضت. هاي بيضتي خطيه. هاي هم ما تبيضهم بيضت. ايه. هم قاعد ندبرهم هنا. هاي بس بدون فحل. هاي بس بدون خطية. فحل شوفوها. هاي الصفره. هاي الصفره. ترى هاي الطيره باربع ملايين واصله. واصله 4 ملايين. ما منطيها. ما منطيها نقيب عصام. مو انا خذيت. ايه. ولد وياي ورحنا ودينا الفلوس وما باح عنا. ايه. فمن بطل الحمام خطيه ورجع. ايه. على سعر الحمام. طاني 110 حمامات هاي من ضمنهن الصفرة. قلت لها طيرة عزيزة. قال ما بتبيض شاكر. فظلت اذب لها على طول. شو هسه لقيتها مبيضة بدون فحل. نعم عبير قاعد نام. هاليومين الثلاثة افركنها خانة وخليها يا فحل اطبقها. لان طيرة عدلة والله. يعني ما كانت تبيض يعني؟ هاي بترجع الام امها للعوض طيري. لطيرك العوضي. هي نسية فرخها نقيب عصام. زين هو هذا العوضي؟ هذا العوضي وياها ويا السودة. يعني أرقى طير عندك هو. ايه هذا. هذا الشذري. زين ايش راح يسوي بالموسم إلى ذني فرخن إن شاء الله؟ لا هاي الطيرة غير حسابات حسابها يعني. صعبة وأنا شايفة. يعني توقف فيها؟ شايفة طيرة صعبة بناتها صعبات. فحاولت يعني تاريخ شي خطية الولد أي اسم من عندك اللي قال أخوي أنت على حكيك ونفذت هاي الشغلات والعلف ومن شنو وحكيت يا الجناية. وسجلناته بصرة تقريبا 3 ارباعهم درب هذا العلاج. ايه فكسه واحد يخابرني. كلمتك اريد. دز الرقم. اريد كلمتك للكلس. بوعلي بوعلي. الكلس لا. الكلس العالم ايش قاعد تسوي؟ عبالهم كله كلس لا واحد. لا ما يصير كلس. اكو كلس بالسوق يبيعونه بألف دينار. لا موجود. موجود. هذا الكلس الموجود هسه اللي جبته. فعال به هواي يعني. اللي وصل لنا من شركة التراث والمادة 40. هذا غير 40. شكل. ايه. يعني غير شكل سوت الحمام. يعني أنا بعد أسكو حمامات يعني حتى لو تبيض هي أما نطيها فيتامين هذا قوي. ليش؟ لأن يعني بروتين قوي وجاي بيض الحمام. إنتاج كلش غزير ما شاء الله. يعني طوائر عندي أنا خير من الله هواي. خير من بس الله. بس شغلة التبيض كبين صعباتي بيضا قوة. لا هو الله ذي بيضهن. هسه بعد شطبق انا قمت ادور من هذا الكلس. ابو الكويت الرجال الخطيه خابرني. أي. هو عزيز علي واخوي. هو وان شاء الله بالحمام. صدم من قلت له بيضت؟ اي شاف اللي دزيتها من 6 صوير. واحده خاصه قلت له هاي الطيره اللي قلت لك عليها. قال لي عمي صدق حكايتك عدله ووثقت من حكي كلامك ورحم الله والديك وعندي لك مشروع وياي يعني بهذا العلاج. فدزيت له الرقم مال ضياء استاذ ضياء. فقال لي ان شاء الله بس امر عليهم للكويت احنا عندنا محلات من هاي الشغلات الاعلاف والادويه وشغلات. فخابر الاستاذ ضياء قلت له هذا موجود الولد وما عندك الاشكال. الشكر انا من الدكتور علي محمد ودكتور يحيى واستاذ ضياء واشكرهم هواي على هاي الشغلات التطوير بالعلاج. اشكركم جزاكم الله خير. والله يوفقكم. اي والله جزاكم الله خير على هذا المنتج اللي جبتوا لنا اياه شيء راقي ورحم الله والديكم. ونقول والى هنا يا حبايب القلب نكون وصلنا وياكم
حلقتنا مال هذا اليوم، لا تنسونا باللايك والاشتراك، اخوكم محمود.